ثم اختي راهو كمال القذقذي ما يستسلمش. تعرف علاش ما يستسلم؟ خاطر عارف روحه هو عنده ثلاث عدمات. هو يعرف روحه ذابح الجنود في الشعامبي ومصور. تعرف انت اللي فما اعترافات دقيقه وفما صور تثبت العمليات اللي قام بها الارهابي هذا كمال القذقذي في الشعامبي. تعرف اللي هو ذبح الجنود نتاعنا في جبل الشعامبي؟ تعرف هو اللي ذبح، والله بكري خم نقولها ولا ما نقولهاش، تعرف هو اللي ذبح امر الوحده نتاع الجيش هذاك في الشعامبي؟ اعترف عليه احد الارهابيين اللي تم ايقافهم، هو جبده وذبحه ومازال ما ماتش وقام بذبحه. تعرف اللي هو ليه يذبح علاء الدين النجاحي؟ هذا علاء الدين بن عبد الوهاب النجاحي اللي قلت عليه ارهابي دموي. الارهابي الدموي هذاك كان يقوم معناه برقصه معناه نتاع فرحه وقت اليوم يذبحوا في الجنود وساهم معاه في عمليه الذبح. معناه شوف في السبعه هذوما فما كمال القذقذي وعلاء الدين النجاحي وعلي القلعي، هذوما ثلاثه قاموا بذبح الجنود ويعرفوا روحهم، وفما شكون معترف عليهم من خلال اللقافات، ومعاهم الارهابيين الجزائريين اللي معاه، خاطر هذوما من اخطر ثلاثه عناصر. هذوما علاش انت تفهم اللي هما علاش قوه، علاش قوه المقاومه نتاعهم؟ لانه مع ناصر خطيره جدا، لانه يعرف روحه باش يستسلم ويمشي يمشي، ما باش يمشي للموت. هو يلزمه يقف لاخر دقيقه. ثم فيهم عنصر اخر كان خطير برشا، اللي هو محمد بن هادي بن ناصر الدريدي. هذا اللي هو من الكرم الغربي، هذا خبير في المتفجرات، هذا كان في غزه. هذا مشى لغزه وتعلم كيفاش صنع المتفجرات ورجع لتونس، وهذا يا مريم حاول باش يفجر السياره نتاع الحرس في حلق الويد، وحاول باش يفجر السياره نتاع الحرس في المنيله. وعمل المخبر نتاع متفجرات حذروا في المرنقيه وفاقت به وحدات الحرس وقتها ومعناها وتم تدميره. هذا هو الخبير، هو من اخطر العناصر. علاش كان يخوفنا برشا؟ لانه كان هو يحذر في العمليات التفجيريه، لانه تنجم الفرق ما بين ارهابي وارهابي في معناه ينجم يكون دموي، اما لكن ينجم يكونش خبير في حاجه مخترة. هذا خبير في المتفجرات. واحنا عندنا انه العمليات نتاع التفجير والعمليات نتاع التحضير للتفجير كل قام بها هو، والحمد لله. احنا شوف قد ما خطط هو، وقد ما لموا تي ان تي، وقد ما لموا امونيتر، وقد ما صنعوا في رواد، وقد ما صنعوا في بن عون، وقد ما صنعوا في رواد، وقد ما صنعوا في المرنقيه، لانه الوحدات كل احبطت العمليات هذه. لانه اللي يحضر لك في التي ان تي واللي يحضر لك في شكاير ماهوش باش يستهدف شخص ولا باش يستهدف دوريه، هذا باش يستهدف مواطنين، باش يستهدف الشعب التونسي، وناوي باش يستهدف مركبات. معناها شوف الخطوره نتاع العناصر هذه، وشوف التضحيات الدم. تعرف معناها الامن الوطني تو الحرس الوطني، تعرف عندنا 10 شهداء من الحرس الوطني، وعندنا تقريبا 6 شهداء من الامن الوطني. معناها هذوما ناس، فما واحد من الوحده المختصه نتاع الحرس الوطني كلام يجيب كلام، قال لي رانا احنا الدستور هذا اللي خرجوه رانا احنا كتبناه بدمنا معاه، لانه لولا التضحيات نتاع الوحدات الامنيه هذه ولولا تضحيات الجيش الوطني زاد اللي هو عنده شهداء ما وصلناش للمرحله هذه، خاطر احنا منعنا معناها حصلت الله غالب حصلت وماناش ملايك احنا، وقلتها ألف مره معناها نخطئوا ومعناها ينجم يكون عندنا اخلالات، لكن هذيك تعلمنا بها زاد الاخلالات هذيك، وحصلت الخبره وحصلت القوه نتاع الجهاز الامني تو، لانه قبل ما كافحناش الارهاب وما نعرفوش بالطريقه هذه، ما كانتش نتصوروا انه بلادنا باش توصل بالطريقه هذه. اطنان من الاسلحه دخلوها، معناه الاف معناه ذخيره قطاع سلاح، اللي دخل لك السامسات واللي دخل لك الار بي جي ماهوش باش يستهدف شخص ولا باش يستهدف معناه سياره ولا هذا، باش يستهدف ثكنه وباش يستهدف قلب نظام الحكم. وتونجيو نوصلوا على المخطط الكبير نتاع المجموعات الارهابيه هذه اللي الحمد لله معناها تقريبا نقضينا على اغلب وعلى معناها العديد من العناصر القياديه فيها اللي كانت تمثل خطر، لكن يبقى هناك بعض العناصر الاخرى اللي ما زالت معناها يبقى خطر الارهاب قائم. تونجيو في جزء اخر نكمل لك العمليه نتاع رواد، وبالتالي اختي مريم تعتبر العمليه نتاع رواد هي انجاز للوحدات المختصه اللي شاركت في العمليه ذي. علاش؟ لانه الحمد لله وقع القضاء على المجموعه ذي اللي ما كانتش باش تستسلم بسهوله، اللي كانت خلينا نعطيك تفاصيل اخرى. تقريبا حوالي الساعه العاشره خرج اول واحد من العناصر نتاع المجموعه ذي وكان عنده حزام ناسف، وشفتوه تصور وورينا، واحنا يعني حتى فما شكون لمنا على معناه على بشاعه الصور اللي توريت،
لكن في يزمك توري تو احنا ورينا تو تصاور ورينا الجثث ويجعلك يعني تصدق من صور جنودنا اللي مشي الغرب هذيك 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 معناها من لازم ننقد برشا هذيك من الاخطاء الكبرى اللي تمس من المعنويات.